تسأل تقول كنت في سن 12 قد بلغت سن الرشد لكنني كنت ضعيفة ومريضة ولا أحتمل الصيام ولم أصم بمدة 3 سنوات أي 3 رمضانات. صمت في أحد الأيام فمرضت مرضا شديدا وكان أهلي ينهرونني إذا صمت. وعندما كبرت عرفت أهمية الصيام فاستفتيت أحد المشايخ فقال صومي الذي عليك ولا تطعمي لأنك جاهلة. ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك أمران: الأمر الأول الصيام قضاء ما فات، والأمر الثاني الإطعام عن كل يوم مسكينة كفارة عن التأخير. نعم.